بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. انا نهى مقلد من قناه نوفول. ازيكم حبايبي، اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بالف خير ان شاء الله. النهارده هنعمل شويه عيش هيخسسنا يا بنات، هناكل ونجمع من غير ما ندخل ان شاء الله، ما ده الشعار بتاعنا الايام دي. يلا بينا نسمي الله ونشوف العيش القمر ده هنعمله ازاي. يلا بينا. هنا بقى يا حبايبي هنعمل ايه؟ ده بذور الكتان، شايفين بذور الكتان كلنا عارفينها طبعا. خلاص هنمسكها نطحنها، على فكره ممكن تشتغلي بقى كده بس يعني بتبقى حبيبات كده مش حلوه. ده معلقه صغيره من الكمون حبه برضه، هنطحنها في المطحنه الصغننه دي. خدوا بالكم البذور الكتان دي ما بتنفعش لا في المطحنه الكبيره ولا في الهون، حتى لازم في مطحنه صغيره كده عشان تنطحن. ما عندكيش المطحنه الصغيره اللي مطحنه الخلاط الصغيره دي مش موجوده او كده، ممكن على فكره تستعمليه زي ما هو حب كده، بس انا ما بفضلوش يعني، ما بيبقاش احسن حاجه يعني. خلاص يبقى احنا طحنا ايه؟ طحنا بذور الكتان وطحنا وياه شويه من الكمون. خلاص ده شوفان يا حبايبي، ده كوبايه كبيره من الشوفان. خلاص وده زي ما قلنا بذور الكتان وعلى شويه كمون، خدوا بالكم ده يعني حوالي نص كوبايه ده. خلاص هنا هنحط ايه بقى؟ هنحط معلقه صغيره ملح، خدوا بالكم بقى بس معايا. وهنا هنفتح هنحط مع نص معلقه من البيكنج باودر، بس بفتح العلبه بس شايفين نص يعني حوالي معلقه صغيره يعني من البيكنج باودر. يبقى احنا حطينا الشوفان وحطينا بذور الكتان وحطينا الكمون وحطينا الملح وحطينا البيكنج باودر، وبنحط هنا معلقه من الخميره. خلاص اللي على فكره المعلقه اللي بستعملها دي معلقه صغيره خالص، مش ومسطحه ما بتشيلش يعني، عشان كده حطيت 2 من الخميره. هنا هنحط بقى هنحط معلقتين من اللبن البودر، مش عايزاه بلاشه، ممكن تستغنى عنه خالص، وممكن تعجني بلبن على فكره. هنا هعجن بميه. هنا حطينا بس ايه سنه صغيره من السكر كده عشان الخميره بس تشتغل معانا وتتظبط. خلاص ممكن زي ما قلت لك تستغنى عن اللبن البودر زي ما انت عايز. هنا هنحط بقى كوبايه من الميه، ايوه، ونخلط ده كله مع بعض. انت ممكن تستغنى عن الخطوات دي كلها لو انت الشوفان بتاعك مطحون. طيب انت الشوفان بتاعك مطحون، هتشتري مطحون من عند راجل في ساعات بيبقى مغشوش، لا لازم تجيبي حبه من عندك كده علشان تبقى مطمنه من ناحيته، عشان احنا عايزين حاجه تكون صحيه وحاجه تخسس وتشبع في نفس الوقت. طب هتعملي ايه؟ تجيبي الشوفان وتطحنيه عندك في المطحنه الصغيره دي برده وتشتغلي بيه كانه دقيق عادي خالص. لكن انا عملته مره كده وعملته مره كده. ضربنا كل اللي عملته في الخلاط اهو. خلاص هفضيه بقى في بوله كبيره شويه علشان تاخد الكميه بس. فض كل اللي في الشفشه، ما تسيبيش حاجه فيه خالص، علشان ده فعلا يعني هيبقى عيش على فكره طعمه جميل جدا. شوفوا يعني بحط شويه ميه زي اي ام مصريه اصيله، بحط شويه ميه في الشفشه الخلاط واعمله كده عشان الخساره اللي فيه بصراحه. خلاص طيب احنا عملنا كده. طب انت هتخبزيه كده هنا ولا لا؟ انا مش هعمل كده. امال فين اللي هنجيب بقى دي اسمر؟ الدقيق الاسمر ده هتلاقيه في اي ماركت كبير او هايبر، هتجيبي منه الدقيق الاسمر، هتتبع بوات كده، هتجيبي كيلو، تجيبي زي ما انت عايزه يعني، وتاخدي منه ونشوف هنعمل ايه دلوقتي. خلاص بس هشيل كل الحاجات دي علشان نعجن على رواقه يعني، شايفين؟ انت اول تسيبيه شويه كده تحس انه تخن شويه كده. ده الدقيق الاسمر اللي بقول لكم عليه، هو مش باين قوي في الكاميرا يعني، بس هو دقيق اسمر يعني. طب ما عنديش الدقيق الاسمر يا نهى، هتعملي ايه؟ هتجيبي 3 كوبايات دقيق وتحط عليهم كوبايه رز زي ما قلت لكم قبل كده، وتتعاملي معاه كانه دقيق اسمر بالظبط. هنا بقى باخد من الدقيق الاسمر تحط على الخلطه اللي احنا ضربناها في الخلاط وتعجني بقى. عشان كده بقول لك ما تكتريش ميه في الخلاط، لان لو كترت ميه هتكتري ايه وهتفضلي طول النهار تعجني وتخبزي، فما تكتريش ميه من الاول علشان يعني ايه ما تتعبيش في عمل العيش. العيش ده بقى مغذي جدا وطعم جدا وهيخسسك كمان يعني، شايفه كم فايده وكم ميزه يعني. بذور الكتان معروفه ازاي بتخسس، كانت هي ولا الشوفان ولا الدقيق الاسمر ولا الكمون، وده اللي اشتغلنا بيه يعني. ما في حاجه ثانيه اشتغلنا بيها؟ ما فيش. كل الحاجات اللي انا حطينا في العيش دي بتخسس وبتبقى حلو. هو صحيح وانت بتعجني كده هيلزق شويه، بس معلش نستحمل بس شويه علشان ايه نطلع حاجه كويسه. ممكن تعملي في العجان عادي خالص، لكن انا شايفه الكميه يعني صغيره، مش مستاهله ان انا اروح اطلع العجن والكلام ده. خلاص انا فضلت ورايا لما عجنته وظبطته خليته زي الفل، شايفين؟ خلاص هو كده ايه اتظبط العجينه بتاعتنا، وهناكل احلى عيش وهناكل ونشبع من غير ما ندخل. ده الشعار بتاعنا زي ما قلنا. يلا بقى ايه هغطيه واسيبه يخمر ونرجع تاني. والشويه دي الاسمر اللي فاضلين دول هتعملي بهم ايه؟ هتشوفوا دلوقتي هنستعملهم برده، مش هنسيبهم.
خلاص هنا خلاص خمر، هكور وارجع لك تاني، لان احنا كورنا 20,000 مره قبل كده مع بعض، هكور وارجع لك تاني. هنا كورت كل الكميه اهي، حوالي 10 رغفه او 12 رغفه حاجه كده. يلا بينا ايه نفردهم. تحس كده ان العجينه فيها زي كان جبت الصينيه الاول وفردت فيها حته قماشه كده مخصصه للخبز والعجن والكلام ده، تحس ان العجينه كده في حتت سودة. الحتت السودة دي من بذور الكتان ومن الكمون يا قمر، خدي بالك علشان انت لما تاخدي لما تركزي شويه في اللي في الرغيف ايه يا نهى ده في حاجات سودة كده مش عارفه. لا ما هو علشان احنا حاطين بذور الكتان زي ما قلت لك وحاطين الكمون، ده غير كمان ان دي اصلا يعني دي حبه كامله من كل من كل الحاجات. هيجيبوا هيبقى ابيض منين بقى؟ ما احنا لو عايزينه ابيض هنعمله ابيض من الاول، وعملنا قبل كده العيش الافران الابيض العادي ده عملناه قبل كده، وعملنا عيش الرده وعملنا عيش البطاطا، ده احنا هنصنع عيش كل شويه نغير كده عشان الجسم بياخد على اللي انت بتقدمه له، فاسبوع اتنين هياخد على اللي انت عملته، فلازم تغيره كل شويه كده في الوصفه اللي انت بتعمليها خصوصا للتخسيس. خلاص هنا بقى جبنا الطاسه اللي معروفه اللي بنغرس فيها على طوق وحطينا فيها العيش، واول ما يبقى بقى لسه صغيره كده تروح قلباه. خدوا بالكم الاسمر ده برده زي ما قلت لكم من بذور الكتان ومن الكمون، مش رده محروقه ولا حاجه خالص لا. وتحطيه وتفضلي بقى تقلبي كل 10 دقائق كده نقلب مره، كل 10 دقائق كده لا مش 10 دقائق 10 عدات، 1 2 3 10 عدات نقلب مره خلاص، او لما يقب منك خلاص يبقى كده تمام. يعني هو اول ما بتحطيه في الطاسه السخنه هو يطلع بقى ليه صغيره كده تروحي مقلباه، وشويه تروح قلباه تاني خلاص هو يبدا يقب بقى مع نفسه خلاص. هو انت تشوفيه كده تقولي ده كان عليه رده محروقه؟ لا خالص، على فكره كان طعمه زي ما بقول لك البذور الكتان مديله طعمه والكمون مديله طعم حلو جدا. خلاص هنا يعني خلاص الرغيف بتاعي اب، هجيب كمان رغيف بس بعد ما تنضفي الطاسه بتاعتك، لازم تنضفي الطاسه بين كل رغيف ورغيف. شايفين هنا بدأ يبقلل اهو، شايفين هقلبه بقى انا على طول اهو، ما تسيبهوش وتمشي، هتمسيبيه وتمشي هنا ولا هنا هيتحرق منك. خلاص شوفي بقى انت ايه ده هيكفيكي كام يوم، يعني هيكفيكي مده يعني كل اسبوع كده هتعملي لك حاجه كده علشان ايه ناكل ونشبع ومن غير ما نتخن زي ما بنقول. هنا خلاص هيبدأ يقب كمان، هعمل معاكم بس الرغيف ده وبعدين اكمل مع نفسي. شايفين بيقب بالزن ما شاء الله، تعملي بقى سندوتشات تاكلي غمسي بيه كده زي ما انت عايزه، يعني ده لما تدور على نسبه الدقيق اللي فيها هتلاقيه يمكن الربع. ايه رايكم بقى؟ خبزنا كل العيش وظبطنا الدنيا وهناكل كلنا ونظبط الدنيا، ايه رايكم؟ هنخس بقى، بصوا انا وراكم وراكم عشان ورا نفسي كمان عشان نخس كلنا مع بعضنا. ايه رايكم في العيش بتاعي؟ يا رب يعجبكم، ان شاء الله هيعجبكم، وان عجبكم ما تنسونيش دايما باللايك والشير وتشتركوا في قناتي لو كنتوش اشتركتوا، وتنوروها وتزوروا صفحه نوفود صفحه على الفيسبوك وتنوروها هي كمان. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.